عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزه انه قال من شغله القران وذكري عن مسالتي اعطيته افضل ما اعطي السائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوه المؤمنون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذا الحديث القدسي بيان من رب العزه سبحانه وتعالى لفضل كلامه ولعظمه القران وفضل ذكر الله سبحانه وتعالى والانسان منا قد تكون له عند الله مساله ويتضرع ويدعو وقد ينشغل عن المساله والدعاء بتلاوه القران وبذكر الله فيبين رب العزه ان الذي شغله القران وشغله ذكر الله عن السؤال والدعاء رب العزه يعطيه افضل ما يعطي السائلين من غير ان يسال انشغل بتلاوه القران لان القران الكريم كلام الله ولان القران الكريم في تلاوته عباده وفي تلاوته تقرب الى الله والحرف في تلاوته بعشر حسنات وكما جاء في الحديث لا اقول الف لام ميم حرف بل الف حرف ولام حرف وميم حرف وهو الدستور السماوي وهو المعجزه الخالده اعجز الفصحاء والانس والجن ان ياتوا بمثله عظمه القران الكريم في انه معجزه خالده في انه اشتمل على قوانين السعاده للبشر دنيا واخرى وفيه تبيان لكل شيء كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياتي والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من الانبياء نبي الا اعطي من الايات ما مثله امن عليه البشر وانما كان الذي اوتيته وحيا اوحاه الله الي فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه وانت عندما تقرا القران تستشعر ان الله يكلمك ويخاطبك اذا اردت ان تكلم الله فادخل في الصلاه واذا اردت ان يكلمك الله فاقرأ القرآن فتكون تلاوه القرآن عباده تتنزل الملائكه بتلاوه القرآن في حديث أسيد بن حضير لما تلا القرآن وجالت فرسه وكلما تلا جالت وكلما سكت سكتت حتى خرج ونظر الى السماء فوجد امثال ظل فيها امثال المصابيح فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال تلوت البارحه القرآن فجالت فرسي وسكت فسكتت وكلما تلوت جالت وكلما سكت سكتت حتى خرجت ونظرت الى السماء فوجدت امثال الذلة فيها امثال المصابيح فما هذا؟ قال له الحبيب الشفيع تلك السكينه تنزلت لتلاوه القران وفي روايه ملائكه الله نزلت تتسمع لتلاوه القران ولو ظللت تقرا لظلت الملائكه حتى راها الناس في الصباح افضل ما يتقرب به الانسان الى ربه ان يتلو كلام الله فالذي شغله القران وشغله ذكر الله عن مساله وعن الدعاء يعطيه الله ما كان يريد ان يسال ومن غير ان يطلب من شغله القران وذكري عن مسالتي ان نذكر الله بماذا القران ذكر الله الصلاه ذكر الله التسبيح ذكر الله كلمه التوحيد ذكر الله شهاده التوحيد اشهد ان لا اله الا الله كل ذلك ذكر لله ثم يبين فضل كلامه على سائر الكلام كفضله على سائر خلقه سبحانه وتعالى لان كلام الله سبحانه وتعالى فيه الخير فيه البركه فيه النور فيه الهدايه لاقوم السبل ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى ومن اجل ذلك كان لتلاوه القران فضل عظيم وكما ان لتلاوه القران فضلا عظيما فان للاستماع اليه ايضا ان للاستماع اليه ايضا فضلا عظيما وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب ان يستمع الى القران من غيره ويقول لابن مسعود اقرا علي القران ويقول له اقرا عليك وعليك انزل القران يا رسول الله قال اني احب ان اسمعه من غيري فيتلو من سوره النساء حتى بلغ قوله تعالى فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال امسك واذا عيناه تذرفان الدموع صلى الله عليه وسلم. لماذا بكى عند هذه الايه؟ لانه تذكر اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا تكون شهيدا على امتك وفيهم الصالح وغير الصالح فعطفا ورفقا ورحمه بامته بكى صلى الله عليه وسلم وكما جاء فيما اخرجه مسلم انه عليه الصلاه والسلام تلا قول ابراهيم رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم وتلا قول الله في شان عيسى ان تعذبهم فانهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فرفع يديه إلى السماء وقال يا رب أمتي أمتي وبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رب العزة يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم وقل له ما يبكيك ربك أعلم فلماذا يسأله ليعلن مكانته ومنزلته فذهب وسأله فقال له قل لمحمد انا سنرضيك في امتك ولا نسوك ولسوف يعطيك ربك فترضى فمن رحمته صلى الله عليه وسلم ورافته بامته انه بين لهم فضل كلام الله وفضل ذكر الله وان رب العزه حين بين ان الذي يشغله القران وتلاوه القران ويشغله ذكر الله عن المساله يحقق الله له ما يريد من سؤال او دعاء اعطيته افضل ما اعطي السائلين اللهم اجعلنا من التالين لكتابك الذاكرين لك يا ارحم الراحمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته